في الثلاث حالات بقى، سواء العريس متقدم لك انت او جاي عن طريق عيلتك، بقول الامهات اللي قاعدين، او في تعارف، اوعي تروحي تقابليه او تقعدي معاه، يعني الشخص حتى اللي هو شافني وانا عجبته خلاص، وانا عجبني بيعجبني السيب ده وكده يعني، خلاص اروح بقى اشوف اقعد معاه، لان ممكن ايه هو عجبك شكله او هو عجبه شكلها، بس ممكن يكون ما شكلها، هل شكله ده يبقى كفايه؟ في 7 اسئله. ايوه طلعوا طلعوا همليهم لك، اكتبهم. 7 اسئله او 7 معلومات عاوزاكي تبقي عارفاها قبل ما تروحي تشوفي عريس باي طريقه بقى انت هتروحي بتشوفيه بيها، حتى لو كان زميلك في الشغل، ها، حتى لو كان زميلك في الشغل. لان هقول لك حاجه، زميلك في الشغل او حتى قريبكم في العيله، ابن خالتي، ابن خاله مامتي، ابن مش عارفه مين. بصوا يا اولاد، في العائلات او في الجيران، وجيراننا لنا واحد جارنا تقدم لنا ومش عارفه ايه بتاع، كل اللي كنت تعرفيه في الحياه العامه دي حاجه، ولما لما بتبصي له بنظره معينه، ولما يتقدم لك بتبصي بزاويه مختلفه تانية خالص، بتبصي على حاجات تانية خالص، حتى لو كان بيقول لك ابن عمتك ابن خالتك الكلام كده، في حاجات بقى لازم تبقي واخده ايه بالك منها بقى قوي. ال7 حاجات ال7 اسئله دي حاولي اوعي تروحي تشوفي حد الا ما تكوني عارفه ال7 اسئله دول ايه. دول مش موجودين في كتاب ولا كلام كده، انا جبتهم بالخبره كده، من البنات بيشوفوه بيجي يحكوا لي، من الروائع والمفاجآت اللي بنشوفها. ال7 اسئله دول يعني هي مش عمليه مفاده كمبيوتر، طب اطبع كروت بيهم هو يملى بس، يعني اعمل سي في كده هو يملى، يعني يملى بس يا دكتوره عشان ما ضيعش وقت، بس يعني يملى كده اقول له مفضلك املى املى البيانات. استماره ايوه يا دكتوره سوزان، املى الاستماره دي يا دكتوره سوزان، خليه يملاها ولا كلام كده. لا انت المعلومات دي ممكن تجيبيها، في معلومات ممكن تجيبيها لازم تجيبيها تساليها مباشره، وفي خصوصا لو كان مثلا قريبك او انت عارفاه او معاكي في الشغل، بتقدري لو الشخص ده انا حاسه كده بيبص لي كده بصات مش قد كده، ها، لو لقيتيه وهو برده يجي منه يا دكتوره سوزان، يعني ما هعمل ايه بقى، كرش بكرش هعمل ايه، اصلا مش مهم قصير ايه، يعني هعمل ايه بطوله، يعني لقيته بيبص لي كده وبتاع وبيستظرف مش عارفه ايه، كل شويه يجي هي منى ما جاتش مش عارفه ايه بتاع، منى انا جبت لك مش عارفه ايه، ايه في ايه، هقف معاكي لغايه مش عارفه مين، هعمل مش عارفه اعمل ايه، هعمل مش عارفه ايه، في انت حاسه ايه؟ في اهتمام، وحاسه هو مقبول مش كده؟ مقبول. تبتدي انت ايه بقى؟ هو ما تقدمش ولا حاجه، ابتدي شمشمي حواليه. ليه؟ شمشمي حواليه من غير ما تحسسي اللي حواليكي انك حاسه ان في حاجه، صح؟ لان احنا اتفقنا لان انت حاسه ان انت معجبه بحد او حد معجب بيكي، اوعي تقولي، صح؟ احنا قلنا ايه؟ ادبا وحياء، صح؟ وعشان اللي حواليكي ما يعملوها لكيش ايه بقى؟ فيلم وقضيه بقى، شوفي اهو دخل، شوفي بص عليكي، شفتي صح زي ما انت بتقولي، صح مش عارفه ايه، ده انا لقيت واقف مع مش عارفه مين، ويوجعوا لي الدماغ. انت تحاولي تشمشمي كده، تحاولي حتى هو بيجي يقعد معاكم مش عارفه ايه وبتاع، تشمشمي في ال7 اسئله دول. والله جم اتقدم لك، هو اتقدم لك قال لك انا معجب، يعني بيحاول يتقرب منك، وال7 اسئله دول طلعوا مناسبين ليكي، يبقى في الحاله دي ممكن ايه؟ اعمله ايه؟ يعني هو بيقول ممكن اشرب، تشربي شاي معايا؟ اقول له اشرب شاي معاك. صح؟ اديله جرين لايت ان انا كمان ايه؟ من غير ما هقول، صح؟ لقيت الاسئله دي اللي هساليها انه مش مناسب خالص يا دكتوره سوزان، مناسب بالبلدي، يعني ايه مناسب؟ يعني ينفع اقدمه لاهلي؟ اهلي يوافقوا عليه لو واحد زي ده تقدم لي؟ لا مش هيوافقوا، ليه؟ عشان اهله، عشان شكله، عشان وظيفته، عشان مستواه الاجتماعي، عشان ما عندوش ما عندوش حاجه. انا بدي كلمه مناسب، واحنا اتكلمنا في مناسب قبل كده. انا احنا مع بعض هنا هنشوف الحاجات، انا بتكلم على مناسب
يعني ينفع اقدمه لاهلي؟ واحد زي ده لو اتقدم بظروفه دي اتقدم لاهلي هيوافقوا عليه؟ يبقى ساعتها ممكن ايه اديله ايه اشاره خضراء، يعني ايه ممكن اشرب شاي معاكي؟ اه اتفضل. انا واقفه مستنيه بابا ياخدني بالعربيه. طب هقف معاك عشان ما تقفيش لوحدك. لا 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 لا، يعني لو هو مناسب تقفي، هو مش مناسب ممكن اشرب شاي معاكي من فضلك انا عامله رجلي. افهمي انا ما بهزرش عشان ما تجيش بقى، انا اسفه ما يجيلكيش كل من هب ودب تبص لي جاي عاوز تقدم لك، لان الناس دلوقتي ما فيش عندها اي معايير. يعني انت برضو يعني انت مستواك انت الاجتماعي وحالتك اللي كده راح رايح عاوز تخطب واحده مثلا اغنى منك قوي قوي قوي، اعلى منك قوي قوي قوي، مفيش مخ. اهلها ازاي يوفر واحد زيك؟ ولا انت مفيش مخ ازاي اهله تفتكري اهله يوفر واحده زيك؟ انتوا فاهمين؟ عشان ما تجيش تعيطي لي بعد كده تقولي انا اتعلقت بيها يا دكتوره سوزان. طب انت كنت فاهم من الاول وانا قبل كده قلت لك انا عاوزاكي قلبك في ايديكي، صح؟ يتفتح مع الشخص. يتفتح يعني ايه؟ يعني اتعلق مع الشخص المناسب في الوقت المناسب. اشتفقنا على كده؟ طيب الوقت مناسب قوي يا دكتوره سوزان. طيب بس الشخص مش مناسب، الشخص مش مناسب. لا هو مش مناسب ليا يا دكتوره سوزان، فلازم عشان ما اجرحوش كمان في الاول ما اديلوش اذن وما اديلوش شريك، صح يا اولاد؟ ما اديلوش شريك. وهو ممكن يبقى مناسب ليكي بس انت مش مناسبه له، يبقى انت ما تبنيش قصور في الهوا وتكسري قلبك، صح ولا مش صح؟ طيب يبقى انا هحاول اعرف المعلومات دي، السبع اسئله دول. السبع اسئله دول ممنوع اي واحده تجيب لك عريس من اي حته، ها؟ وده اللي بيحصل. انا في واحد واحده ست اتعرفت عليها، ليها في الميكروباص، ليها جارتها عندها ابنها عنده شقه في السيده ثلاث مطارح ودوره ميه منفصله وكده ومهندس ومرتبطه، وقالت لي ما تعرفيش عروسه وبتاع، فكرت فيكي لما قالت لي ان هو مهندس وانت مهندسه ففكرت فيكي على طول. فحددي بقى ايه اديها نمره الموبايل بتاعك علشان تكلمك، او اديكيها نمره الموبايل لو جيتي. ودي من ضمن الحاجات اللي عاوزاكي تبقى قاعده وتحطيها حلقه في ودنك، اوعي تسمحي لحد انت بتديها نمره الموبايل بتاعك يديها لحد تاني من غير ما ياخد اذنك، ولا تدي الموبايل بتاعك لحد انت مش عارفاه تحت اي مسمى. اصلها بتقول لك ايه كتير قوي بتشوف في جوامع بالذات اللي بيدرسوا زميلتك اللي بتحفظ معاكي القران يا دكتوره سوزان، اوعي تديها بس عشان عاوزه اديها الموبايل بتاعي عشان تقولي لو كان في درس ولا لا. ابقى خدي انت نمرتها وكلميها انت. زميلي في الشغل، زميلي في كل زميلي في الشغل او زميلتي في الشغل ما اعرفهاش، جت تقولي هات نمره الموبايل بتاعك عشان ايه اشوف كده بقول لك اللي في رحله ولا ما فيش. انت مش عارفه مين دي اللي بتديها، وخصوصا ما جيت تيجي ست واحده غريبه في الميكروباص ولا في الشارع ولا في الجامع ما تعرفهاش وتيجي تقول لك اديني نمره الموبايل بتاعك عشان ايه اكلم ماما ونتفق على ميعاد نيجي. ايش عرفك الست دي مين؟ ايش عرفك وراها مين؟ مفهوم؟ طب لما تيجي تقول لي انا عاوزه نمره الموبايل بتاعك قولها ما دي، ومش عيب معلش انا ما اقدرش، حضرتك هاتي نمره الموبايل بتاع حضرتك وانا هقول لماما على البيانات اللي حضرتك قلتيها لي دي وهتصل بحضرتك، مش عيب صح؟ وتروحي توري البيانات لماما، وغالبا طبعا البيانات ماما مش هتوافق، هتقولي جايبه لنا عريس من الشارع، او صاحبتك جايه تيجي تقول لك انا جايبه لك عريس اخو واحد اخو يعني صاحب ابن خالتي وهو مهندس وعاوز مهندسه ومش عارفه ايه، ايه رايك نرتب لكم قاعده تتعرفوا على بعض. تقولي لها طيب من فضلك بس هقول لبابا، هتقول لك المهندس هقول لك ليه، هتقولي لها هقول لبابا او هقول لماما. تاني يوم تكلميها في التليفون انا قلت لماما وقالت لي بس ايه او بابا وقال لي هاتي لي البيانات دي اللي هقول لك عليها السبع اسئله دول. هتيجي تقول لك لا 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 انا ماليش دعوه، انتوا بس الاول شوفوا بعض الاول ويحصل قبول ومش قبول والقبول والكلام من ده ويحصل قبول وبعد كده ايه ابقوا اسالوا بعض انتوا، يعني انا بس ايه بوفق ايه. اوعي تروحي مع واحده زي دي، اوعي اوعي جرجري اهلك تروحي الحاجة انت مش ايه مش عارفاها، صح؟ اوعي. البنات دي اللي هتعرفيها
هتيجي تقول لك لا انا ما اعرفش البيانات دي، انا ما اعرفش البيانات دي، قلت طب خلاص حضرتك لو ما بتعرفيش بتقولي ليه؟ قولها بس عشان انا بوفقت لك، انا بوفقكوا بس، وبعد كده لو حصل قبول اسالي انت واعرفي اللي انت عاوزاه. قولي لا معلش انا عندنا ما اقدرش اروح لحد انا ما اعرفوش. صح ولا مش صح؟ انا بقول لك الكلام ده من كتر المآسي اللي شفناها. البنت صاحبه امها وابوها جايين متشحتفين، وناس متربيه وناس مراكز، ويروحوا لواحده جايبه لهم عريس، ايوه هو مهندس وهي مهندسه، ويفاجئوا بقى الاهل شكلهم ايه والبيئه عامله ازاي. فهمتي الفكره ايه؟ فالاسئله دي تحاولي تشرشني، يعني هو ولد حسيت ان هو يعني كده بيستظرف بيعمل كده، تحاولي الاسئله دي تحاولي ايه وتقعدي بتهزر مع بعض. هو انت مواليد كام؟ هو انت خريج قصر العيني ولا القاهره ولا عين شمس؟ لا انا معهد، كنت معهد ما اعرفش ايه. توزيني ما هو كله باشمهندس مش كده ولا ايه؟ كله باشمهندس، باشمهندس سنتين، ما هو معهد سنتين وباشمهندس. فاهمه؟ تبقي عارفه راسك من رجليكي، تبقي عارفه انت داخله على ايه. مش دخل وقعد عندنا ومش عارفه باشمهندس وباشمهندس وباشمهندس وبعد كده طلع دبلوم صنايع. فتبقي عارفه انت رايحه على ايه. اول حاجه يا اولاد بصي، هما في عند ظهور عريس في حاجتين مهمين، السؤال طلع سامي صغير، السؤال واخبار الاهل وعمل استخاره. دي النقطتين هركز فيهم. السؤال اسال على ايه؟ اللي جايبه لي عريس تقول لي في عريس ولا اخويا ولا مش عارفه معجب بيكي كده، لازم تبقي يا اما تقولي لها تحاولي تعرفي الاسئله اللي كنت تعرفي اللي كنت قريبه منها، تعرفي الاجابه على الاسئله دي، او انت لو مقربه منهم، او ان باباكي عاوز يعرف الاسئله دي قبل ما ايه، قبل ما يروح. صح؟ بابا اللي طالب. عشان لو جيتي قلت لها انا بصي انا ما اقدرش اروح اشوف واحد من غير ما اعرف اسمه وسنه وتاريخ ميلاده وابن ابوه وابن امه وابن اخواته وابن مش عارفه ايه بتاع وكلام كده، هتيجي تقول لك ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، انت كده عشان كده مش هتتجوزي. لا 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 لا، انت كده انا بقول لك انا مالي، انت يمكن تتجوزي في سنه، طول ما انت معقده الدنيا كده، طول ما انت مش عارفه اي كلام كده. صح؟ عشان ما تتهجمش عليك. لكن لما تيجي تقول لها بابا بيقول او ماما او عندنا في البيت ها يجيب البيانات دي، تقول لك لا انا ما اعرفش البيانات دي، يقول لها خلاص يعني بلاش، احنا ما نقدرش، احنا مش متعودين، احنا عندنا في عائلتنا كده، احنا في عائلتنا كده، العمليه مش ايه، مش هلاهي كده. صح؟ دي لو واحده محترمه هتحترمك، لو هي غير محترمه هتعمل فيكي ايه وهتشوفي حبيك ايه، هتقوم خطاكي كلمه عشان تنفذك. لان دلوقتي بقت ايه مهنه ان اجيبك عريس، ان اجيب عرسي توفق عرسين في الحلال لمؤاخذه، مهنه من لا مهنه له، وعلى كافه المستويات، يعني مش في مستوى في طبقات الدنيا والطبقات البسيطه بس، لا 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 لا، في طبقات الغنيه خالص، وبيعملوا اعداد اعداد، صالونات صالونات. ف تيجي تقول لك كده على كيف، انت كده مش هتتجوزي ابدا، انت كده بتوقفي المراكب السايده، انت كده بتبطلي على نعمه ربنا. ها اعرفي دي انسانه مش محترمه، وما تثقيش فيها واحمدي ربنا انك ما مشيتيش وراها.